الأخت بتسأل سؤال أيضا، بتقول إن والدها عنده حوالي 60 سنة تقريبا ولم يصلي طيلة عمره، وهو يقول أنا لم أتعود على مسألة الصلاة يعني، وهو مدخن ولا يصوم رمضان. فبتقول يعني هل من الممكن أن نصلي ونصوم عنه؟ أسأل الله عز وجل أن يهديه. الإنسان لو مات على هذا فهو على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. فالعهد الذي بيننا وبينهم، اللي هم مين؟ اليهود والنصارى، الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد خرج من رقة الإسلام. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: لا حظ في الإسلام لمن قد ترك الصلاة، لأن هي الصلاة دي عبارة عن إيه؟ صلة بينك وبين ربك. هي اسمها صلاة ليه؟ لأنها بتصلك بربنا سبحانه وتعالى، هي اسمها صلاة لأنك أنت بتتواصل مع ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الإمام إسحاق بن راهوي والإمام محمد بن نصر المروزي والإمام أبو محمد بن حزم كلهم نقل إجماع العلماء على أن تارك الصلاة عمدا كافر. مفيش بقى مسألة بقى أصل إيه، أهو الذي يترك الصلاة أحد شيئين: الحائض أو النفساء، أو إنسان عنده علة، إنسان مثلا يعني أغمى عليه أو ما شبه ذلك يعني. هذا خلاص ليه؟ لأنه سقط عنه القلم أصلا، هذا لا يحاسب على فعله. طيب هو بقاله 60 سنة ما بيصليش لربنا، وهي إيه اللي في الصلاة يعني؟ يعني هي محتاجة إيه؟ تعود إيه اللي يحتاج في الصلاة؟ دي الصلاة دي يعني ده أهم ركن بعد الشهادة، فكون الإنسان يتخلى عن هذا الركن فهو، أسأل الله أن يسلمه وأن يهديه. وكمان ما بيصليش بقى، عفوا، وكمان ما بيصومش، يعني لا بيصلي ولا بيصوم، يعني الله المستعان. أسأل الله أن يهديه يا رب، أسأل الله أن يهديه. لا، لازم تخليه يصلي بقدر المستطاع، يعني خلاص يحاول بقدر المستطاع يستغفر ربه عما كان وعما سبق وبدر منه، وأمره موكول إلى الله. واضح ازاي؟ لكن يبدأ بقى صفحة جديدة مع ربنا بقى، يصوم يعني يصلي، وإن استطاع إن هو يصوم يبقى حبذا. واضح ازاي؟ لكن ما ينفعش حد يصلي عنه خلاص. الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، اللي انت بتعمله هتشوفه، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، اللي انت عملته هتتحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ثم يجزاه الجزاء الأوفى ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول أيضا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما فيش حد يتحاسب على ذنب التاني، اللي انت عملته هي صحيفته، فانظر بأي شيء تملأه. فهذا الوالد على خطر عظيم، إن مات على هذا فهو على خطر عظيم. لذلك كما قلت، العلماء أجمعوا على كفر تارك الصلاة، وعلى أن الذي يترك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره للصلاة، إن الصلاة دي يا أخوانا راحة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. فالصلاة دي فيها راحة، فيها سكون، فيها قرب من ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهديه، لكن ما ينفعش حد يصلي عن حد. مسألة الصيام طبعا مختلف فيها بين العلماء يعني، لكن قال عليه الصلاة والسلام: من كان عليه الصيام صام عنه وليه. لكن طالما ان هو عايش اصلا ما ينفعش نصوم عنه، لكن هذه الحاله في
من مات وعليه صيام.